السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم أفضل صلواتك وتسليماتك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحابته. اللهم أعلي على جميع الدرجات درجته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة ريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رحمة. يوم جمعة، وهو اليوم الرابع من أيام شهر رمضان المبارك. حديثنا فيه عن الإحسان. الحقيقة الإحسان مقام رفيع لعباد الله الصالحين. حينما أتى سيدنا جبريل عليه السلام ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي يرويه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه. هذا الترقي في التعبد لرب العالمين سبحانه وتعالى، هذا السمو في العبادة، وكأن الإنسان ينظر إلى رب العالمين وهو يعبد، فهو يقدم العبادة بين يدي الله، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه وهو يستشعر هذا المعنى. الحقيقة الحديث ذكر كلمتان: ولا أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا ارتقاء وسمو، ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه حقيقة الحال. حقيقة الحال يا إخواني، وهو يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. حقيقة الحال أن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. حقيقة الحال أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. حقيقة الحال يا إخوة، أحصاه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يذكرون ويتذكرون، وألا نكون ممن ينسى. هذا هو الإحسان في علاقة الإنسان برب العالمين سبحانه وتعالى. ورقي وسمو يقدم فيه الإنسان العبادة بين يدي رب سميع عليم خبير، والإنسان مستشعر لكل ذلك. وإذا عاش الإنسان في ظلال هذه المشاعر، فإن عبادته تصح، وحياته تصح، قلبه يصح، وكل عضو من أعضائه يعيش وفق المنهج الذي رسم له، إنه يصبح قريب من الرب القريب. هذا أقرب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أن أستشعر معية الله في كل حال، أن أستشعر معية الله سبحانه وتعالى في كل آن، فهو مطلع ومحيط سبحانه وتعالى. وهذه هي حقيقة الذكر. يظن الكثير أن الذكر هو مجرد تمتمات يتمتمها الإنسان بلسانه، لكن يفهم المعنى حينما يسقط في اللغة العربية. اللغة العربية تساعدنا كثيرا على تصحيح المفاهيم ووضع المعنى في موضعه الصحيح. الذكر من التذكر، ما هو عكس التذكر؟ النسيان. يبقى التذكر هو شو؟ استحضار ومعية ولا تمتمة باللسان؟ الذكر باللسان هو أحد أنواع الذكر، أن يذكر الإنسان بلسانه درجة من الدرجات. ربما يذكر هو وقلبه حاضر، وربما يذكر وقلبه غافل.
ذلك يعني ابن عطاء الله في حكمه قال، قال كلام رائع، قال: لا تترك الذكر لعدم حضور القلب فيه، فربما يحملك ذكر مع وجود غفلة. أنا قلبي مش حاضر فغافل، أذكر ولا أدقق ولا أتمعن، فربما يحملك ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود حضور. يحضر الله سبحانه وتعالى في قلبك وأمام ناظريك وأنت تذكر، وذكر مع وجود حضور إلى ذكر في غيبة عما سوى المذكور سبحانه وتعالى. فإذا أنت مجتمع قلبك وجوارحك على الله سبحانه وتعالى، ولا تأبه بالدنيا ولا تأبه بمشكلاتها، ربما يحملك ذكر في وجود غيبة إلى ذكر في وجود حضور، وذكر في وجود حضور إلى ذكر في غيبة عما سوى المذكور. والذكر هذا هو أحد معاني الصلة المباشرة بين الإنسان وبين الله. تذكروني حينما يتحرك اللسان ذكر الله سبحانه وتعالى، معلوم ومؤكد أن الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته. وهناك إحسان إلى الناس، وأفضل أنواع الإحسان إلى الناس هو ما خاطبنا به الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. ومن أفضل أنواع الإحسان إلى الناس صلة الرحم. قال الله في الحديث القدسي: أنا الرحمن وهي الرحم، وضعت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. هذه الصلة، الصلة المباشرة بالله سبحانه وتعالى تحكم صلة الرحم، تحكم الإحسان إلى الوالدين. أمر الله بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. ثم وسع في درجة صلة الرحم كما ذكرنا في الحديث، ثم الإحسان إلى الجار. هذه دوائر، هذا الجار القريب مني، هذا الجار الذي يعني أعيش بجواره، أنا واجب علي الإحسان دون النظر إلى دينه، ودون النظر إلى معتقده، ودون النظر إلى أفعاله. وهذه نقطة أساسية يا إخواني وأخواتي. الكثير منا يتصور أن الرحم الحسن أو الجار الحسن الذي يعاملني معاملة حسنة، أنا أعامله معاملة حسنة. الإحسان لا يتوقف على حسن معاملة الجار ولا حسن معاملة الأهل. ذكرنا في حلقة سابقة: ليس الواصل بالمكافئ، وإلا ما هو فضلك؟ الحيوانات حينما تعامل بعضها بالإحسان يحسنوا إلى بعض. أين هي التقرب الذي تتقرب به الله سبحانه وتعالى وأنت تحسن إلى من يحسن إليه؟ لو لم تحسن إلى المحسنين لكنت مسيئا. الرحم توصل أحسنت أم أساءت، والجيران يوصلوا أحسنوا أم أساءوا. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويا كبير ثواب المحسنين. يكفي أن الله معهم، وإن الله لمع المحسنين. يكفي أن الله لا يضيع جهدهم، يقول أنا أحسن إليهم ويسيئوا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس أعرى ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا، وأجوع ما كانوا قط. من كسى لله كساه الله، من أعطى لله من سقى لله سقاه الله، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، ومن ستره الله، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. فكونوا عباد الله محسنين في شهر الإحسان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. رمضان.